حصة البرجس متعافية من سرطان الثدي، أصبت بالسرطان آخر 2015 وتعافيت منه آخر 2016. أول ما عرفت أن أنا فيني كانسر بصراحة انصدمت، يعني خذيت لي يومين ثلاثة وبعدين وقفت قدام المنظرة أكلم نفسي أقول يعني ليمتى أنت تبكين، ليمتى أنت راح تستسلمين، خلاص هذا قضاء وقدر والله كتب هالشيء ولازم أتقبل اللي أنا فيه. فبفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أن أنا أتقبل المرض وأتعايش معه. علاج الكيماوي مؤلم جدا، ولكن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أقوى من أي شيء. قدرت أن أنا أتحمل ألم علاج الكيماوي بفضل الله سبحانه وتعالى. هي فترة مؤقتة وتنتهي، كانت يعني فترة العلاج صعبة بس قدرت أن أنا أتحمل هالشيء. صحيح طاح شعر راسي، رموشي، حواجبي، ولكن كانت فترة والحمد لله رب العالمين. صرت بعد العلاج أحسن من ما كنت عليه. الشيء الإيجابي في فترة العلاج أن أنا عرفت الناس اللي يحبوني صدق، عرفت الناس اللي وقفوا معاي خلال الفترة بصدق، وجودهم كان دعم لي بعد الله سبحانه وتعالى. الداعم الأول هو الله سبحانه وتعالى، الداعم الثاني المريض هو نفسه، الداعم الثالث وجود الأهل حوالين المريض، وجودهم ضروري جدا. هذا بالنسبة لي كان أحسن شيء أو أفضل شيء صار لي خلال فترة العلاج. الفحص المبكر، الفحص المبكر ضروري جدا. من خلال الفحص المبكر تقدرين تتفادين الوقت الطويل لرحلة العلاج، تقدرين تتفادين العمليات الكثيرة منها وأهمها استئصال الثدي. فالفحص المبكر ضروري جداً.